راح نتكلم عن نشوء حالة البواسير بشكل عام بسبب التعرض العضوي الحيوي للأعضاء وضغطها، أيضا حين الإصابة بحالات فشل الكبد الناجمة عن تليف وتشمع الكبد بفعل عوامل المرضية أو السلوكية يعني بشكل عام، فأن أوردة المستقيم تحتقن بالدم وتنتفخ، والسوء بما يعني يحصل في أسفل أيضا أسفل المريء الموجود في الحلق، قد تخرج بعض الدوالي الموجودة في الحلق، وأيضا ممكن تخرج بعض الدوالي أو البواسير الموجودة في المستقيم، مما يؤدي إلى أمراض مثل ما ذكرنا يعني البواسير والدوالي والحبوب والانتفاخات القريبة في الأوردة واضطرابات الأوردة وتمددها. وفي حالات الحمل أيضا تلعب عدة عوامل في نشوء الإصابة يعني في نفس هذا المرض البواسير، وارتفاع الضغط في البطن بفعل نمو حجم الرحم، وحصول أيضا الإمساك وتغيرات بنية الأوردة وتمددها وغيرها، كلها تسبب قادرة أنها تسبب بواسير بنسبة 50 إلى 55%. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وهذا الدرس السابع من هذه السلسلة، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.